ولو إذا البركة رسالتي سيداتي سادتي أقوى جولة في هذا اليوم جولة جروب وان بتنافس كبير بين خمسة جهات اسمي الدور ما شاء الله تبارك الله يتقدم هذه الكوكبة بترقب من علي الدين محبوبة شيري تحاول أيضا الكسر والدخول الجماعي ما شاء الله تبارك الله وحامد السلامي أيضا يحاول مع القاسم تبارك الرحمن اسمي الطور الان في الوعد الثاني مع زال يحافظ على صدارة هذا الشوط بتنافس كبير ايضا مع علي الدين جمال القاسم من الخلف يحاول الان تقليص الفارق وشوفوا الاندفاع الصاروخية لمحبوبة كريم ما شاء الله تبارك الله شوفوا اسمي الطور الان يتقدم بكل خطة ثابتة من محاولات الحصول على لقب هذا الشوط وفي أريحية تامة تبارك الرحمن اسمي الطور وعلي الدين محبوبة تحاول الكسر ما شاء الله تبارك الله لكن بفعل وقوة وعزيمة سبيد طور بطلا لهذا الشوط سبيد